تهديد في وضح النهار من رجل عراقي في حرم إحدى الجامعات في العراق، يحدث بلبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. فما سبب هذا التهديد؟ ومن هذا الرجل؟ ولماذا كل هذا الغضب؟ نتابع. اللي يجي الكلية سنة حسابه غير حساب، وهسه تطلعون، هسه تطلعون، هذا مركز شرطي، وين تريدون؟ أنا وياكم. يلا، ما يبي يلعبني وتلعبون أنتوا؟ يلا، يلا ما تريد، يلا لا هجمها والله، والله هجمها، والله العظيم هسه طب الشفر أو قعد العماد عليكم، والله، وروح أبوي، وروح أبوي، يلا، يلا، حلالي، حلالي وما أريدكم، شنو المشكلة؟ يلا. يلا يلا مالية استاذ عدنان ست كفاية ست ايمان اشكال يلا بدون استثناء والسيارات اذا بقت هسه احرقها كلها هسه كلها احرقها اطب الشفل واهدم العمادة عليكم كانت العبارة الأكثر تداولاً بين المغردين في منصات التواصل الاجتماعي بعد أن انتشر المقطع الذي شاهدناه سوية الآن للمواطن الذي يتحدث بحرقة ويهدد أساتذة الجامعة وموظفيها في القسم المالي بإخلاء المبنى على الفور وإلا سيكون الحرق مصيرهم كما أنه سيقوم بهدم بناية الكلية بالشفل وبحسب ما ذكره الناشطون أن الرجل هو صاحب الأرض وأن تهديده جاء بسبب تجاهل إدارة الجامعة وتقصيرها في دفع أجور المبنى مؤكدين أن المستملك للأرض مضت عليه سنوات ولم يتقاضى الإيجار منهم كما أن هناك إنهاء عن أو أنباء عن بيع الكلية لشخص آخر دون أن يكون للمستملك مستملك الأرض علم بذلك النقاش الحاد في حرم جامعة الفارابي ببغداد تطور بعد ذلك من التهديد إلى العراقي بالأيدي والتدافع وقيل كاد أن يستخدم السلاح بعد احتدام النقاش بين كلا الطرفين وهناك من تواجد في الحدث ووثق ذلك بمقطع فيديو قصير آخر صوتك 104 104 شو هذا